سيدي رئيس المجلس أعضاء من لجنة الحكم أعضاء الفريق الأعضاء وأعضاء الفريق الموالاة أرحبكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ويكون وهدفنا في هذه المناظرة لإقامة الحجة ونفك الشبهات من القرى الرأي الفاسد والباطل وإنني لم أتي بهذه المصطلحات على سبيل السخرية فإنما بقدرة الله تعالى أتيت بها لأسد الله ولقد كتبت أن أؤكد من جديد أن تثبت الأموال إلى طرحة البدن القائدة بناء الشقة والعمارة لمجلس النواب ليس حلا لارتفاع جودة الأداء الحكومي. أيها الجمهور الكريم وبين ذلك أفيدكم علما عن هذه القضية. كما عرفنا يا جمهور الكريم في سنة 2016 عمل الحكومة التدقيق أو في دراسة البرنامج الأوديت ثم كذلك ويتعلق الخطاب ببناء مبنى المجلس مبنى لمجلس النواب أو العمارة بزيادة المقترحة في الميزانية إلى 5.7 تريليون روبية ثم بخلول عام 2018 ثم التي يقترح فيها تشييد مبنى جديد وارتفاع وارتفع هذا الرقم ثم إلى 1.4 تريليون روبيه من ميزانية عام 2016. ثم أيها الجمهور الكريم أفيدكم علما كذلك عدد من قادة المجلس يذكر كذلك عن هذه العمارة على أن هذه العمارة تميل بالفعل أيها الجمهور الكريم. فما أن أيها الجمهور الكريم فلابد أن نعلم على أن الجمهورية كذلك الحكومة لدولة إندونيسيا الآن التركيز هنا يعني في ما يسمى بالتحتية أيها الجمهور الكريم أو بالنيروس البرامج إنفراستركتشر. ثم كذلك أيها الجمهور الكريم فلابد أن نعلم كذلك أن هذا البلد أو هذه الدولة الإندونيسية كذلك التركيز سوى بعدم هذه التحتية هناك كذلك التركيز في ما يسمى بكذلك التربيه التربويه وكذلك الصحيه وليس لاجل عن بناء عن هذه العماره ايها الجمهور الكريم. بدايه الامر يريد ان امضي الى ما يسمى بالمفردات ثم الاول يعني بناء الشقه بناء بمعنى بناء البوت والناحيه يقصدها المسافر ثم الثاني العماره يعني مبنى كبير فيه جمله مساكن في طوابق متعدده ثم الثالث مجلس النواب يعني المكان الذي يجتمع فيه نواب الأمة ثم جودة إتقانها وطبيعتها الجيدة. أيها الجمهور الكريم نحن من فريق الحكومة فتوقع نحن نؤمن بهذه القضية إيمانا جيدا يعني بناء الشقة والعمارة لمجلس النواب ليس حلا لارتفاع جودة الأداء الحكومي. أيها الجمهور الكريم نحن من فريق الحكومة نأتي هنا بثلاث محاور المحور الأول يعني المحور الثاني ثم المحور الثاني المحور الاجتماعي ثم المحور الثالث المحور الاقتصادي ثم نمضي إلى المرحلة الأولى يعني مرحلة المحور الأول. المحور الأول هو يعني الفشل المتكرر في الخطة بناء الشقة والعمارة. أيها الجمهور الكريم أفيدكم علما في هذه الدولة الإندونيسية هناك التاريخ الطويل يا جمهور الكريم هناك الإرادة لبناء عن هذه العمارة منذ سنة 2006 يا جمهور الكريم ثم في عام 2009 كذلك يعرف نقل الأمين ببناء هذه العمارة خصوصا في أمر ما يسمى السيفية كذلك هناك سباقة وكذلك أسرع الرياضة يا جمهور الكريم تفضل بدافعًا. أيها الجمهور الكريم كانت الإمارة بمجلس وغير لائقة في إمكانه وليس الحال هذه يعني بناء الإمارة الجديدة. أيها الجمهور الكريم شكرا. أيها الجمهور الكريم نمضي إلى أستمر إلى فيديانا ثم قدك في سنة 2011 رفض الرئيس سوسرو بمانجيدا ببناء هذه العمارة أيها الجمهور الكريم ثم يستمر في سنة 2015 كذلك رفض أن بناء هذه العمارة لرئيس جو بايدن يا جمهور الكريم ثم الان كذلك في سنه 2016 هناك 740 مليارا لبناء هذه العماره ثم رفض الحكومه يا جمهور الكريم. ولذلك نحن من فريق الحكومه نحن نقول على ان بناء هذه الحكومه ليس بناء هذه العماره ليس حلا لارتفاع جوده الاداء والعمل العمومي ايها الجمهور الكريم. ومن هذا من يحيي الكلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.